السلام عليكم. عندك بلاي ستيشن أو بي سي ومحتار أي سماعة وايرلس تشتري؟ بهذا الفيديو راح نتحدث عن واحدة من أحسن ماركات السماعات المخصصة للجيمينج. الفيديو مراجعة شاملة لسماعة هايبر إكس كلاود فلايت الوايرلس. تابعنا للآخر حتى تعرف تفاصيل مهمة على هذه السماعة الراقية. خلونا نبدأ بشكل السماعة. السماعة تصميمها جميل جدا وبسيط بنفس الوقت، خفيفة بالوزن وتحسها مصنعة بجودة عالية. اللون الأسود المطعم باللون الواير الأحمر مزيج كلاسيكي لسماعات الألعاب، بس مو هوسة وخربطة بالألوان بحيث تحس إنه السماعة راقية وترهم على أي ستاب. السماعة مصنوعة من البلاستيك وبيها مرونة بالحركة. إطار السماعة من جهة الهيد باند مصنوع من الستيل، ووزن السماعة خفيف 300 غرام، والسماعة حجمها تقريبا وسط، لا كبيرة ولا صغيرة. هذه المميزات كلها بالإضافة إلى جودة الصناعة تخليها جدا مريحة من تكون لابسة، وتقدر تستخدمها لساعات طويلة بدون توقف. وإذا حصل واحتاجت تتوقف، السماعة بها خاصية الدوران بزاوية 90 درجة حتى تقدر تخليها على كتفك إذا احتاجت تأخذ استراحة من اللعب وتطلع من الغرفة تشرب لك شاي معدل. حتى تشغل السماعة تضغط على زر التشغيل كم ثانية ويشتغل عندك الليد اللي راح يكون بلون واحد فقط اللي هو الأحمر. عندك كونكشن للواير إذا تحب تربط السماعة بالواير، بس السماعة ما راح تكون وياها واير بالبوكس. وموجود مكان الشحن الرئيسي اللي هو USB ميني بالإضافة إلى كونكشن للميكروفون. وموجود بالسماعة زر دوار لتقليل وزيادة الصوت، وكذلك زر ميوت للمايك. إذا تحب توقف صوت المايك تضغط ضغطة واحدة يطفى وضغطة ثانية حتى يرجع يشتغل، وهذا في شيء كلش مفيد بالأونلاين جيمينج. يجي ويا السماعة USB أدابتر حتى تربط السماعة وايرلس بالبي سي أو البلاي ستيشن، والمايك راح يجي خارجي منفصل، وأخيرا كيبل الشحن اللي تقريبا 60 سنتيمتر. خلونا هسه نربط المايك حتى نسوي اختبار للصوت. وهسه بدينا الساوند تيست. هسه أنا حاليا رابط المايكروفون بالسماعة ورابط السماعة باللابتوب عن طريق الـ USB أدابتر. هسه الصوت بدون أي مونتاج، ما أريد أي مونتاج حتى تسمعون صوت المايكروفون بيورلي. عادة المايكروفونات اللي موجودة بالسماعات الوايرلس هي هاي يصير بها كومبريشن، يصير بها ضغط بالنسبة للصوت الطالع من الميكروفون، فلهذا ما تحسون الجودة تكون قوية. راح نرجع صوت الفيديو الأساسي. 3 2 1. تقدر تربط السماعة مع البي سي أو جويستيك البلاي ستيشن أو الموبايل بواير 3.5 ملليمتر جاك. خلي ببالك إنه المايك ما راح يشتغل وراح تفقد إمكانية التحكم بدرجة الصوت من السماعة، لأن السماعة مخصصة تشتغل بأعلى جودة، والمايك فقط يشتغل من تكون رابط وايرلس مو بالواير. لذلك هايبر إكس أساساً ما تجهزك بواير 3.5 ملليمتر بالبوكس. السماعة جداً مريحة، ومنطقة الاتصال بالأذن مكونة من فوم صناعي مغطى بالجلد ناعم أيضاً صناعي. مشغل السماعة حجمه 50 ملليمتر، يعني حجم كافي حتى ينطي صوت وبيس قوي. الأداء الصوتي ممتاز بالطبقة الوسطى ميد رينج، والعالي حسيته شوية أقوى من احتياجي بالألعاب. عزل الصوت جيد جدا، والسماعة تشتغل ستيريو يعني مو سراوند ساوند، بس مع ذلك أدائها كلش حلو بالشوتر جيمز بكشف مواقع اللاعبين الآخرين. الشحن الكامل المفروض ينطيك 30 ساعة تشغيل، بس الفعلي تقريبا 25 ساعة إلى 20 ساعة إذا لعبت والليد مطفي. وتغطية الوايرلس 20 متر، يعني افتر بالبيت على راحتك. وبالختام بعد هذه المراجعة، شنو راح تقرر تشتريها لو لا؟ وخصوصا من تعرف انه سعرها حاليا على الامازون تقريبا 140 دولار. اذا عجبتك وعندك الامكانية انا اشوف لا تتردد. وعلى طاري الامكانية، شلون فيديو اليوم؟ اذا عجبكم لا تنسون اللايك والشير، واذا انت اول مرة تتابع القناة اشترك بالقناة. تحياتي للكل.